سمعت المرة دابا عليها تنصيب استقبلنا عدد من الجرعات يقدر ب 24,000 جرعه. الحمله اذا تستهدف كل الفئات العمريه يعني اللي ترغب في التلقيح، وتستمر اذا خلال فتره اذا الخريف والشتاء. تلقيح ضد الانفلونزا الموسميه هو عمليه تتم كل سنه، يعني تهدف اساسا الحفاظ على الصحه العموميه للمواطنين وخاصه بعض الفئات المستهدفه كاولويه، على غرار النساء الحوامل، مستخدمي قطاع الصحة، الأشخاص الذين يتجاوز سنهم 65 سنة، وكذلك الأشخاص المصابين بأمراض مزمنة.